مرحبا يا جماعة، كيفكن؟ في موضوع كثير زعجني حابب احكي عنه، اللي هو انه البنت والشاب باوروبا اذا طلعوا مع بعض شو بصير؟ مثل ما بتعرفوا انه بمجتمعاتنا البنت اذا طلعت مع الشاب او الشاب اذا طلعت مع البنت، الشاب اذا طلعت مع البنت لا قصدي الشاب اذا طلعت معه بنت او البنت اذا طلع مع شاب وفاتوا كافيتيريا او فاتوا اي مكان، فمن المعترف انه الشاب هو اللي بيدفع الحساب. هلا يمكن بقول البعض انه نظام مخورفي وهالقصص ما بعرف شو، لا اكيد لا، بس استغربت انا باوروبا مره كنت طالع مع بنت اول ما جيت على السويد، البنت هي اصلا عربي بس ولداني بالسويد، المهم فقالت لي يلا نروح نشرب كافي، قلت لها يلا كافي كافي اوكي نروح نشرب قهوه، رحنا شربنا قهوه، ففتت انا شربت يعني طلبنا القهوه، مسكت الجزدان دفعت عني وعنا، ولا هي بحركة لا اعتدادية بتعمل هيك فا قالت لي شو؟ قلت لها شو؟ قلت لها لا والله لا تعرفوا على لا والله والله ما بصير والله انا يعني حسيت انه انا عم احكي بس هي وافي يعني كان عم تقول لي انه ادفع اوكي يعني ما في مقاتلة مثل ما بتقاتل نحن. فقالت لي لا، فاخذت موقف وعصبت هي وحردت يعني لا اعوذ بالله شو تحردي ما تحردي عيب عيب. المهم دفعت انا ورحت قعدت، فقعدت فهي مزعوجه كثير، فانا قلت لها ليش مزعوجه يعني انت ليش متضايقه؟ قالت لي بتعرف شو يعني بالسويد انه تدفع لبنت او شيء؟ قلت لها شو ما بعرف يعني فهميني. قالت لي يعني بدك تعمل معها شيء يعني او هذا الشيء عيب كثير. قلت لها شو يعني عشان ما حد يفهم غلط تعمل معها شيء يعني هيك شيء. المهم فانا قلت لها لا يعني ما في شيء هيك عاداتنا نحن كشرقيين انه متعودين ندفع يعني ان كان شاب او بنت عادي. فطلعت باوروبا عيب، فرو لا تروح تدفع لرفقاتك هلا تصير كفو تدفع لهم كلهم، تروح تدفع لهم ومن وجهته هيك كاش وين ما تفوت، لا تدفع لصديقتك بالكافيتيريا او بمكان عام يعني عيب باوروبا، بالشرق الاوسط يعني خروف يعني على حد ما خلصان، باوروبا اسمك عيب وبالشرق الاوسط خروف طبعا في فرق بين خروف بين الكبش، ممكن الكبش هو اللي بيدفع رفقاته كمان بس الخروف لبنات يعني، والكبش كبش لا عن جد، بس هو يمكن نوع من نوع الاحترام اللي عندنا انه عيب انه البنت تدفع او كذا، لانه هن المجتمعات يمكن عنده البنت بتشتغل والشاب يعني كلهم متكافئين انه البنت مكافاتها قد الشاب هيك عندهم تعاملهم، بس نحن ما عندنا هيك تعامل ونحن كريمين ونحن لطيفين فمنحب ندفع عن البنت وندفع عن الكل وندفع عن الصغار وندفع عن الكبار، الصغار ما يدخل يعني هذا موضوع تاني خالص هذا، بس عن جد انا انصدمت. انتو شو رايكم بهالموقف اللي انا حسيته غريب؟ انتو مع العادات الشرقيه ولا مع العادات الاوروبيه بهالموضوع؟ قولوا لي بالكومنت وانا ناطر منكم كل شيء. تحياتي لكم بحلقه جديده، استنونا بيتر شو.